أقلد بالآثار السومرية تقريب 10 سنوات بديت أشتغل بهن، استمريت أشتغل بهن 10 سنوات تقريب. فكرت أقوي إيدي وحبي للآثار، هاي فكرتي أول بداية. بس تالي شفت أعمالي يعني قامت مقبولة بالشارع، تنقبل بالشارع العراقي. الهدف من هاي المشروع هذا هو تخليد الحضارة، حب للحضارة. أريد الجيل القادم يذكرني مثل ما ذكروا النحات الشطرة عبد الرزاق قايم بعماد، مثل ما ذكروا النحاتين، هواي نحاتين خلدوا ذكرهم من خلال أعمالهم. فأنا أريد أترك لي بصمة تذكرني الناس منها يعني.